خلاص الشغل اللي قلت لك عليه؟ اكيد انت عرفت ان ادري الدنيا ضايع اشتغل عليها وما عملتش معايا اي حاجه تانية. تاخد امرك من ادري دلوقتي؟ هو انا بس مش ده الوضع الجديد في المكتب ولا ايه؟ مفيش وضع جديد، هدي لك شغل تخلصه وترجعه لي سهله. وانت بقى هتعمل ايه؟ صباح الخير. انا عندي حاجه اهم. أمر استاذ شريف كان طلب مني اني اوزع الشغل، وطبعا فريده كانت بتديك القضايا اللي بتنزل اخبارها في المجلات والجرايد. بس يا استاذ زين في قضايا تانية مهمة برضو وبتجيب إيرادات زيادة للمكتب، زي دي مثلا قضية تأمينات ومعاشات. فاكر القضايا دي ولا نسيتها يا أستاذ زين؟ ما انساش حاجة أدري. كويس؟ دي حاجة كويسة جدا، يعني معنى كده إنك هتخلص القضية دي بسرعة. اتفضل. في حاجة، ما ينفعش تدي القضية دي لآدم عشان يخلصها، لأنه عنده شغل تاني بيخلصه. بأوامر مني. أنا اللي أقول لآدم يعمل إيه وما يعملش إيه؟ ما اعتقدش. خلص اللي قلت لك عليه وزود عليه من دول. خلاص يا زين، شريف هو اللي كسب، مش هيحصل حاجة يعني لو اعترفت بكده. انت فريدة خسرته وعادي، كلنا ممكن نخسر عادي، حتى انت. انت خسرت يا زين. هو انت اول شخص يموت لحد قريب ولا ايه؟ انا عيط ولا ايه؟ امشي من هنا حالا.